كان الفيل ماشي وحدا حط باز، كل شي وقف. ولو فكرتكن أقوى أشطر أذكى، فكرتكن رح تعملوا شي، تخترعوا شي، تغيروا شي، بس حفظتكن، شفتكن مخبيين تتنقوزوا على البالكون ناطرين ترجع الحياة لطبيعتها، لترجعوا مثل ما كنتوا، مسؤولين، واعيين، محبين، متفهمين. في أحن منكم؟ في أحن من الإنسان؟ ستي بتقول إنه عم تخلص الدنيا، إنه رواط ونسوان فلتاني وسود متليين الدنيا، وشو قال زواج مدني؟ هي شوي دقة قديمة، كتير دقة قديمة. هاي منا نهاية العالم، حظنا مش هالقد حلو، بس منستاهل. مش نحنا اللي اكتشفنا انه افخم جزدان بالعالم بينعمل من جثث 80 تمساح صغير؟ وهالباركينج شو كان في قبله؟ وكل هالناس وضعن من ايدن، ما هيك؟ اكيد هني ما بدهن يشتغلوا. بعد ناقصنا صور عن الإيمان، الإيمان الحقيقي. بس يمكن تعلمتوا شي من هالفوضى، يمكن فهمتوا معنى الحياة ومصدر السعادة. وأنا بس عبالي أعرف إذا بقص هيدي بحطها هون. ما بعرف.